استمرار توتر شمال كوسوفو، حيث انتشرت قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي كيفور بشكل كبير قرب معبر يارني الحدودي بين صربيا وكوسوفو، وواصلت إزالة الحواجز التي أقامها المحتجون الصرب. صرب كوسوفو كانوا وضعوا حواجز على الطرق الحدودية في محاولة منهم لمنع حكومة كوسوفو من تمديد سيطرتها على مناطق الصرب ذات الأغلبية الألبانية، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بينهم وبين قوات كيفور. من ناحيته، دعا روبرت سورنسون نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو إلى التهدئة، قائلا إن هذه الوضعية لن تحل من خلال العنف، ويجب على الناس أن يبقوا هادئين، فالاحتجاج السلمي أمر مشروع، ولكن الأهم من ذلك اللجوء إلى النقاشات. وفي ميتروفيتسا، نقل المتظاهرون الصرب حجارة على متن شاحنات، وقاموا بتدعيم الحواجز على الجسور فوق نهر إيبار الذي يقسم المدينة إلى أحياء شمالية للصرب وأخرى جنوبية للألبان. الاشتباكات الأخيرة بين قوات كيفور وصرب كوسوفو أدت إلى إصابة 20 شخصاً على الأقل.